احنا الان بمنطقة الفود، قبل فترة شهدت الفود حالة تسمم بسبب الماء المالح هذا. الماء المالح نسبته صارت عندنا بالنسبة للتحلية صارت 230، يعني حتى الارو ما يلحق يصفي. صار التسمم، اغلب الناس تسممت لان هاي المنطقة كلها كل الارو شوية ما يقدر يحل بعد الماء. بينما باقي النواحي مثل القرمة، مثل سيدة خيش اسمه الأصلاح الناصرية، نسبة الملوحة 60، بينما ناحية الأفود 230 نسبة الآرو. بالنسبة لي أنا واحد من المتسممين في هذا الماء، نسبة الماء صارت 230، وهذا الماء سوى إسهال، والعوائل أكثرها تمرضت بسبب هذا الماء. بالسابق كان الماء ما دجله يجينا، ماء مستمر بالسنوات القادمه، وهسه الماء دجله كله انقطع، بقى بس ماء من الفرات. الفرات نسبته كلش ملوحته زايده، بعد الفرات ما يتحلى هنا، شويه مايته مو حلوه. بالنسبه للفرات يجي من الديوانيه ماء حلو، الحد السماوي يصير ماء مالح حسب ما يقول الحد السماوي، هسه قالوا على اساس راح يعالجونه، بس بالسماوي للناصريه كله الماء المالح. اي بينما دجله انقطع من حد الشطره والقلعه، حتى انقطع الدجله. ماي دجله نظيف لان يعني يجي من الكوت عن طريق بغداد الكوت للناصريه، بينما الفرات يجي من جهه من الديوانيه على الناصريه على السماوه الناصريه، بس الماي مالح ماله مستمر قلت لك، لان بسبب هاي المنطقه منطقه السماوه الماي مالها يصير مالح، ويحاولون يعالجون وما ادري بعد قالوا نعالجها. عدد السكان الفود يتراوح فوق اكثر من 70,000، اكثر من 70,000. الحيوانات اكثرها تمرضت لان هذا الماء يشرب انه مالح. اي انا كمستسمم هم رحت راجعت مستشفى الوفود بسبب هذا الاسهال يصيب البشر بسبب الماء. احنا اليوم نمر بمشكلة، مشكلة تلوث الماي. الماي يجينا، كان يجينا مصدر منين؟ من دجلة، هسه يجينا من الفرات. الفرات يمر مكان يعني متلوثة. احنا هسه عندنا التلوث قام بشدة، لكن زيارة السيد المحافظ لا حل لنا مشكلة ولا هذه. نحن نمر بمشكلة قائمية ورايحين الى ما صارت لنا حل خلال يومين ثلاثة، ها؟ لان هاي العالم ماتت، العالم كلها ماتت، البشر مات والحيوانات ماتت، ولا يصلح يعني تحطه بيدك، ها. وعندنا هاي مشكله كبيره، لكن احنا مديريه مادي قار دعمتنا بكل الامور، لكن هي مو يم القضيه دائره الماي، القضيه يما تخص الري. اليوم قضيتنا قضيه الري، المصدر مالنا مو صحيح اللي يجي للمشاريع ويقضي القضاء. وهذه دخل استاذ ياس واستاذ زكي، ها، وجابوا المحافظ واجى المحافظ، لكن ما حل المشكله المحافظ. لحد الان ما وصلنا الى حلول المشكله. المشكله قاعد هسه عندنا صار تسمم بالاطفال بالنساء بالرجال بالكافه الناس، ها. الى هدونا الماي من البدعه، ها، راح تنحل المشكله. ولا ما هدونا مال يجيبونا يحطونا مضخات على الفرات، هو الفرات متلوث، الفرات اللي يجي لنا النهر هو متلوث. انا وعائلتي تسممنا من قضيه الماي، وشالونا للمستشفى، ومترقي العالم كلها بالمستشفى، وراح يصير عندنا كارثه ما تسولف للعالم كله. لا ما يهدونا نهر البدعه ويوصلنا الرشن، مشكله راح تصير بينا، كارثه بالقضاء الفهود. عندي ابني خلال هاي الازمه مال الماي صار بيه تسمم، وهواي يعني حالات تسمم، مو بس عندي، عند جيراننا وعند ناس، وماي بالخصوص ماي الفود هو اصلا ماي مالح يعني ومن ضمن التحليلات
المختبريه غير صالح للاستهلاك البشري، يعني انت توقع ماي غير صالح، يعني شنو من ماي هذا؟ شنو من ماي غير صالح للاستهلاك البشري؟ انا اخذت هنا المختبر علي ونوبه اخذت للناصريه، قال هاي تسمم بحالات تسمم من الماي، يعني هاي اثار الماي واثار التلوث، يعني هو كله متلوث مو بس الماي، هي البيئه كلها متلوثه. نقول حسب الله ونعم الوكيل، لا مستشفى عام، لا خدمات عامه، يعني ما يصلح للاستهلاك البشري. مختبرات تروح له بالصحه يقول لك هذا ما يصير للاستهلاك البشري، يعني اشتريه من عده. نقول حسب الله ونعم الوكيل. احنا بالنفوذ مشكلتنا كبيره بالنسبه للمسؤولين، ما حد يسال علينا. الشعب لا يستحق الحياه، ماي كل الناس هاي تشهد، الموجودين ذول الحاضرين، الماي ملوث، ماي ما يستحق حتى للبناء، حتى الحيوان ما يستحق يشرب هذا الماي. الامراض الجلديه منتشره بالنفوذ، ها مستشفى الفود واحصائيات مستشفى الفود بالنسبه للتسمم بالالاف. فاحنا بالنسبه للمسؤولين مجرد فتره الانتخابات يجون هنا ياخذون اصوات العالم وبعدين يروحون ما يسوون عليها. هم يتنعمون بخيرات الشعب والشعب بالنسبه لهم ما يستحق. تسمم موجود، هذا مستشفى الفوز، المركز الصحي مال الفوز، طبعا احنا ما عندنا مستشفى عام. مستشفى عام ما عندنا، طبيب واحد مرات الطبيب تلقاه موجود ومرات ما تلقى طبيب، تلقى ممرض او معاون طبيب يمشي العالم، لا حول ولا قوه الا بالنسبه لنا. صوتنا ما مسموع بالنسبه لنا، واحنا الشعب هم عندنا قصور، لان احنا نمشي وراء من هب ودب، اي واحد عاطفتنا فلان وفلان وهذا شيخ فلان وهذا سيدي فلان وهذا، احنا شعب ما نختار الانسان الاصلح اللي يخدم الشعب العراقي، هاي شعوب انظر شعوب العالم ينتخبون الحزب او الكتله او على اساس الخدمات، شو يقدم لك من خدمات؟ احنا شعب تاخذنا العاطفه، شعب يضحكون علينا بشعارات تافهه، شعارات ما لها معنى، الشعب يريده يوعى شويه. لكن بالاساس خدمات ما موجوده. هاي ايران دوله اسلاميه شيعيه. هاي دول مجاوره انه بالنسبه للعراق خرابه، العراق يعني عباره عن اجلكم الله عن هاي الكلمه، عباره عن زباله. يعني تشوف انت الخدمات الشوارع مال البشر. يعني احنا شعب يصدر 4 ملايين برميل نفط. وين تروح؟ هاي شعب يسال. روح بيوت المسؤولين شوفها، روح العقارات المسؤولين بالخارج، شوف النعيم اللي بيه، ولدهم يدرسون بالخارج متلعمين، الماء والهواء والطبيعه كلها تختلف عن طبيعتنا احنا، الناس هذول المظلوم المغضوب عليهم. اذا الشعب شويه يوعى، الشعب يختار الانسان اللي 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 يفيده، اللي يقدم له، ما لك علاقه بالعاطفه، ما لك علاقه بفلان هذا هيجي، فلان هذا هيجي. الدين لك انت، انت رب العالمين. لكن انت انظر هذا اللي يجيك يقول لك انا متدين، يجيك بسبحته او بخاتمه، هاي سوالف هاي بينه وبين الله سبحانه وتعالى. الحاكم الكافر العادل افضل من الحاكم المسلم الظالم، هاي فتوى العلماء. احنا ليش ما ننظر نظره واعيه؟ شعبنا المفروض يكون شعب مثقف، احنا شعب يقرا، شعب مثقف. لكن مع الاسف والله انا واحد من الناس صارت عندها الحاله، صار عندي تسمم، وعائلتي صار عندها تسمم، وجيران صعدت منطقة صعدت، هذا احصائيات ينشرونها موجودة، احصائيات مركز الصحي بالفوت. وللأسف احنا مجرد اسم قضاء الفهود، لكن بالواقع ما موجود شيء اسمه قضاء الفهود. مركز صحي الفهود، مركز الشهيد عبد الأمير شلال رحمة الله على روحه، مجرد مركز صحي، ماكو مستشفى عام، اسعافات ما يطلعوها ابد، لا اسعافات لا خدمات، تروح للمستشفى والله ابرة ابسط شيء ابرة مال فولتارين ما تلقى. مع الاسف والله احنا يعني وضعنا مزري حقيقه، يعني نريد ولو صوتنا ما يسمع، انا اتكلم لكن انا ادري ومتاكد صوتي ما راح يوصل، لان هم مجرد يخدرون بيه تقدير، يجي هنا يجيب له مولده او يجيب له ماكينه مال ماي نحاله مال ماي يجيب، لكن ترقيعيه، حلول ترقيعيه، ماكو حل جذري. احنا شعب مو فقير، احنا شعب غني، شعب ما شاء الله
كل شيء عندنا، لكن احنا نشوف دول الجوار هاي على ابسط الامور، دول الخليج حتى ايران هاي الدوله اللي عليها حصار هي افضل من عندنا. العراق اللي يسافر الدوله يستغرب حقيقه، يعني شوف الواقع، يعني واقع كبير يختلف عنا. احنا ناس يعني شوف انظر الخدمات، حتى المشروع اللي يسوونه مجرد ايام تلقاه عباره عن لا خراب حقيقه هاي. يقع قضاء الفهود جنوب محافظة ذيقار، وهو يقع في الحقيقة في نهاية نهر دجلة، والآن هو نهر دجلة النهر الرئيسي والمغذي لمجمعات ماء الفهود البالغة 7 مجمعات إضافة إلى محطات الـ RO. هذا النهر الآن منقطع تماما تقريبا، ولم تصل لنا الكمية الكافية من المياه، مما أدى إلى تلوث المياه، واعتمدنا على نهر الفرات لتغذية هذه المجمعات. ونهر الفرات يعتبر من الأنهر المشهورة بالملوحة وارتفاع درجة أو العكورة فيه، وهذا الحقيقة أدى إلى فشل هذه المياه كما أثبت في المختبرات صحة ذيقار وكذلك مختبرات مديرية ماء ذيقار. ونحن الحقيقة نعاني من هذه الشحة كل سنة في وقت الصيف، لأنه نقع في مؤخرات سدة البدعة. سدة البدعة تعتبر من السدود المهمة في محافظة ذيقار، وهي الآن حاجزة كميات كبيرة من المياه تتوجه إلى محافظة ذيقار ومحافظة البصرة. ونحن أبناء ذيقار الوحدات الإدارية الواقعين خلف السد، ابتداء من قضاء الدواية وقضاء الإصلاح وقضاء الفهود وقضاء التشبايش وناحية المنار، نعاني من هذه الشحة السنوية والأزلية، حيث وصلت نسبة التسمم بسبب المياه الملوثة إلى أكثر من تقريبا 700 أو 800 إصابة، والحالة مستمرة حاليا. ونحن الحقيقة سوف تحدث بنا كارثة إذا ما تلتفت لنا الحكومة الاتحادية، خصوصا باعتبار هي صاحبة القرار وكذلك السيد معالي وزير الموارد المائية. نرجو ونطلب منه من خلال هذا المنبر الزيارة إلى قضاء الفهود والاطلاع على الحالة المزرية والحقيقة والمؤلمة والمؤسفة لأبناء هذا القضاء الذين قدموا الكثير في سبيل الوطن، والآن هم يعانون من قلة الطلاقات المائية وتلوث المياه المنزلي، وهذا حقيقة كارثة نحن نعيشها خلال هذه السنوات، وكل عام تزداد علينا هذه المأساة. وضع حل جذري لهذه الحقيقة هذه المأساة، إما من خلال زيادة الطلاقات المائية، تحسين المياه، إيجاد بديل من خلال مثلا حفر آبار وغيرها من الحلول التي الحقيقة لا تعجز مديرية الموارد المائية باعتبارها صاحبة الاختصاص بإيجاد الحلول الجذرية والناجحة لإنهاء هذه المشكلة التي يعاني منها أبناء جنوب محافظة ذيقار. فيما يتعلق بالمشروع الماء قضاء الفود، إن نحن كدائرة صحة ذيقار قطاع الأهوار ناخذ نماذج من الماء الموجود في مشروع ماء الفود ومن وسط المدينة ومن طرف المدينة. النتائج تقريبا مال 5 أشهر أكثر النتائج طلعت من المشاريع الماء الموجودة بالفود، ما عدا هذا الشهر المشاريع الـ RO الأهلي والمشروع كل المشاريع كانت النتائج مالها فاشل كيميائيا وفاشل
جرثوميا، ما عدا هذا الشهر الخامس اللي هو كل المشاريع فاشلة كيميائيا وجرثوميا ما عدا المشروع الار او الموجود في المشروع الموحد مال الفود، والمحطة الأهلية مال الأخوين طلعت ناجحة حاليا تقريبا من 11/5 إلى هذه الفترة أكو زيادة ملحوظة في عدد حالات الإسهال والتسمم الغذائي. طبعا انتم هسه حاليا موجودين قرب مجمع ماء الجزره اللي هو سعته 200 متر مكعب بالساعه، واللي يغذي منطقتين، منطقه الجزره ومنطقه الخاويه بالمراشنه. قضيتنا احنا هنا قضيه مصدر، هي قضيه اطلاقات المائيه. الاطلاقات المائيه مثل ما جاي تشوفون اللي موجوده هسه حاليا بالشاط، هي مصدرها من ماء الفرات. من ماء الفرات طبعا ماء الفرات نسبه الاملاح اللي تفوق 3000 البي ام، وهاي النسبه مات الاملاح غير قابله للمعالجه صراحه. ومسؤولية المجمع احنا الموجودة هسه حاليا هي إضافة نسبة الكلور اللي هو عبارة عن سائل طبعا من 4 إلى 5 بي ام، ومعالجته أيضا بحاقنات الشب. فهاي هي دور مسؤولية دائرة ماء الفهود بالنسبة للمجمع ماء الجزرة. بقية المجمعات أيضا مكونة من مشروع الرئيسي المركز المشري قبل لا تجول لهنا وبداية الفهود، ومجمع ماء العميرة اللي يغذي العميرة، مجمع البعايش، ومجمع الدبات، ومجمع المزارع، ومجمع آل حول اللي قسمه داخل المشروع الرئيسي. كل المناطق اللي ذكرتها هي تتغذى من مصدر واحد اللي هو مصدر الفرات، واللي هي نفس نسبة الأملاح. وتبقى قضية المعالجة، هي المعالجة يجب أن تكون بزيادة الإطلاقات المائية، غير هذا الشيء ما أعتقد أنه أكو حل ثاني. أما إحنا كدورنا فدورنا مثل ما تفضلت به سابقا هو إضافة نسبة الكلور وإضافة نسبة الشب للمجمعات. بالنسبة للماء الفرات مثل ما جاي تلاحظ هسه إذا الكاميرا تاخذ صورة الماء، هذا الماء الفرات اللي نسبة الأملاح به تتجاوز 3000، والضخة نحن ناخذه نسحبه بالمجمع نضيف للجرع المثالية طبعا للشب والكلور، بس أما كاستخدامه للاستهلاك البشري للشرب لا، فهو يستخدم فقط لغرض الغسل فقط. هسه حاليا ما أعتقد يأثر، لأن نسب الكلور احنا جاي نضيف لها عالية، ونسب الشب أيضا تنضاف، فالاستخدام الطبيعي ونستخدمه، بس الشرب لا ما يستخدم للشرب هذا. حالات التسمم استاذنا العزيز انت مثل ما تعرف يعرفون الساده الافاضل، هذا الماء ما حد يشرب من عنده، هذا غير صالح للشرب، هذا للغسل فقط. ماء الشرب هو فقط من ماء المحطات الارو. الغسل ما اعرف هسه من هاي تتحدد الجرعه الكيميائيه للمختبرات، بس احنا كنحدد لك انه هذا الماء ما يشرب من عنده، يعني مو ماء الشرب. احنا ابناء قضاء الفهود والشبايش، كل المناطق هذه مو بس الفهود، كل المناطق المعنيه بهذا التنظيم. ماي مالح، لا اكو عنايه. العمل من يجي المهندس من يجي يشتغل خطا، ما يشتغل صحيح، يجي للشط يفتحه على جانب وجانب يتركه. مياه متوفره موجوده، ماي مالح يحولون لنا من الفرات ويجيبون مضخات، المضخات ما يخلونها بالاماكن اللي تخدم المنطقه، اللي تخدم المنطقه جايبها يخليها وين يخليها هنا تسحب الماء القليل، وما يخليها على نهر الفرات اللي تعطي ماء توفر للمنطقة. هو ماء مالح مقبول، ماكو ماء من 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 دجلة، يعني دجلة منعوه، كل من اختص به من ناس الدول مصالح منعوا علينا ماء قليل، فاكتفينا بالماء الفرات. يجيب الماء الفرات المضخات الدولة تعطي، والعمل خطأ. والمرة السلام عليكم. منطقة الفهود جاي تعاني من الماء الآرو، يعني منطقة وحدة بس إسارة المشري فقط، الدناكر ما تلحق. الله وكيلك جاي من الشبايش، أنا لحكي لك ثق بأمير المؤمنين، 7 أيام أركض ورا الدناكر مال ماي آرو ماكو، بعد 7 أيام لا ماي آرو
لا ماي هذا الماي الماي هذا دمرنا مال الرسالة. الله وكيلك يجي ماي خايس ماي خايس، يعني شنو ذنب هالعالم هاي؟ تسبح أكلك الحجيج، شنو يعني؟ مو وضعية هاي. ثق بأمير المؤمنين، أنا صار لي 7 أيام هذا مدير الناحية لا يتحرك، لا هاي شغلة صارت شغلة أحزاب. أنا أحكي لك شغلة أحزاب، يعني أنا عندي حزب قوي يجيني الدنكر مال ماي أرو للبيت، يعني هاي مو وضعية. ثق بأمير المؤمنين، أقلهم شغلة واحدة أمام الله، وقوفهم يطول، مو نفسنا احنا، حسابهم يختلف. ثق بأمير المؤمنين، خل الله يخلونا بين عيونهم. لا ماي ارو، انا بالنسبه لي 7 أيام اركض قلت لك لا ماي ارو. عندك اللي صار روح شوفها، ماي يجيك ماي يجيك ماي طين، يعني مو وضعيه هاي. نحكي قال لك انت متعابي، انا اعتب على بعض الاخوه، يعني من تروح لك المسؤول يحكي قال لك انت يا معود طايحه براسك، احكي يا اخي انتفضوا انتفضوا. ثق بأمير المؤمنين، شارع قطعه شارع، خل العالم شو تقول عني، شو تقول عني؟ يعني احنا ناس تأذينا تأذينا، يعني سكتيت ابتليت. انا بعض اشرح على الديواوين، ناس المعقله ناس الشيوخ يقعد بالديوان مثلا يابا من خلينا نطلع مظاهره، قال لك انت شنو تطلع مظاهره؟ فلان مرتاح فلان مرتاح، وانت واقف بالشمس يا اخي طلعوا وانتم تساعدونه، انتم بس لحد يحكي علينا، قولوا وطلعوا. ثق بأمير المؤمنين، لا اخلي دائره تداوم، لا خل شو يقولون علي، شو يقولون علي؟ بنزين يعني بطل بنزين ما تحصله 3 أيام 4 أيام انها اركب الشلاليق، مو وضعيه هاي. انا بالنسبه قلت لك 7 أيام والحسين واليوم ما يجيني وباكر ما يجيني، وشنو ذا بضال نفور ماي حار ونشرب؟ الله وكيلك ماي حار جاي نفور ونشرب، مو وضعيه هاي. يعني محطه وحده قضاء كامل، يعني اكثر من كم الف اقول لك قضاء، يعني شنو 8000 قليل 8000 ها اخوي، يعني محطه وحده مال مشر مال ماي ارو، وين نروح؟ والله خابرك والله انا هسه بالشبايش ما عندي مجال ما لحق. تعالوا عمي لازم عم تعال ابو تعال يا ابني انت واقف يا موقف بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وحياكم الله في أهلكم أهل الفود. ونشكر إحنا إن شاء الله تسمع وقفتكم هاي الإعلامية، ونتمنى من جميع القنوات أن تغطي هذا الحدث. يعني إحنا بالنسبة مشكلتنا ترى سهل حلها، كله جدا سهل. أول شيء إحنا عندنا مخازن اثنين موجودات هسه بما يسمى هورة أم القطين، والهورة الثانية يعني تربط ما بين ناحية المنار وتربط بعويضة. هذين المخزنين ذاين دائما يعني سدود بسيطة، وين دائما أول شيء تخزن مياه الأمطار. هاي الحلول، إحنا هسه نعطي الحلول للدولة طبعا، تخزن مياه الأمطار إضافة إلى الماء الزايد من الغراف على البدعة. إذا كانت المحاصصة يعني المحصة تجينا بصورة صحيحة، ظلت للأسف متابعة من الموارد المائية ومن الدولة ما كل الحصة مالت الفهود، هذا سبب نقص الماء مال الفهود. هذا ماء حلو، يعني احنا هسه دائما نتجه إلى نهر الفرات، فرات ملوحة به، يعني هذا يسمونه واقع حال، هذا الحكي هذا يعني حلول، هاي حلول ترقيعية. احنا نريد حلول جذرية للمشكلة. المشكلة الدولة يعني عاجزة عن تنزيل آلات بهذين الهورتين وسد المنافذ هذه والسدود. احنا هسه ما نريد نقطع الماء لا عن الشبايش ولا عن الحمار، يشهد الله اذا هذين المخازن الموجودات غذن الشبايش والوفود والحمار يعني وكل المناطق هذه، اضافه الى مناطق يعني منتجع سياسي سياحي يصير تسمع الصيود، يعني تسمع الناس تسمع تستفاد، الحيوانات يعني تسمع تتكاثر، يعني الماء يعني بهاي الحاله. ظلت احنا نناشد رئيس الوزراء وناشد البرلمانيين جميعا وخاصه نواب اهل الناصريه بان يقفوا وقفه مشرفه لانقاذ مدينتنا وانقاذ اهالينا في قضاء الفهود. وحياكم الله واهلا وسهلا بكم. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله واهلا وسهلا بكم. من منطلق الايه الكريمه بسم الله الرحمن الرحيم، وخلقنا من الماء كل شيء حي. طبعا الفهود قضاء الفهود اللي هي جنوب محافظه ذي قار
تعاني من العديد من المشاكل، واهمها هي الماء. الماء اليوم احنا يجوز جوهر الحياه اللي هو الماء. الماء بقضاء الوفود اكو كميه، لكن الخلل وين؟ الخلل بنوعيه الماء. الخلل الماء ردي بسبب الريحه، بسبب المجمعات. المجمعات طبعا متهالكه. من ال 75 عندنا مجمع ماء الفود، من ال 75 لحد الان ما مبدلين الفلاتر مالته. اغلب المجمعات بالفود ما مبدلين الفلاتر مالته. هاي من ناحيه الماء. هذا سببها يؤدي شنو؟ سببها هذا تراكم السلطات، يعني نفس الطباقيه. الناس اليوم هنا قائم مقام صار له تقريبا 20 سنه بالمنصب. هذا سبب هي، والخلل والمشاكل اللي جاي يصير بالفود هي سببها. اليوم شخص واحد جاي يخدم القضاء، اللي هو قاعد بالقضاء جاي يخدمه، يعني صار له 20 سنه سبب هاي المشاكل. اثنين، عندك مثلا صندوق عمار ذي قار. صندوق عمار ذي قار هواي عندنا مشاكل بيه بالفود، يعني شركات رديه الى ابعد الحدود. زين، لولا عدد السكان الفود 75 نسمه، يعني خمس مشاريع صندوق 75,000 نسمه. زين لولا، يعني عدد مشاريع الفود خمسه، صندوق عمار ذي قار 2021 فقط خمس مشاريع وكلش رديئة ومتهالكة للأسف. ها شنو سببها؟ هذا سببها هي الحكومة اللي داخلنا. زين، عندك مدراء الدوائر أغلبهم هنا صار لهم 20 و25 سنة بداخل القضاء. اليوم الوفود تعاني من شوارع متهالكة، تعاني من بنية تحتية متهالكة، تعاني من ماء. يعني أبسط شيء اللي هو الماء صار له تقريبا 18 سنة الماء نفس المشاكل، شتاء وصيفية نفس المشاكل جاي تنعاد عليه. يعني زين، السيناريو الماء هذا ما جاي ينحل، ما نعرف شنو السبب. يعني جاي تجي مديرية ماء ذي قار تجي لهنا بس ما تعطي الحلول النهائية، حلول كلش رديئة وحلول مؤقتة للأسف. وأحب أن أضيف إنه الماء يعني بسبب تقريبا 622 حالة تسمم خلال أسبوع واحد. زين لولا، الله شاهد هسه تروح تدخل للمستشفى تلقاهم لازمين سرع السرير. زين لولا، الناس قاب مغذية ولازم سرع السرير بداخل المستشفى اللي هي مستشفى متهالكة وتعبانة لأبعد الحدود. مركز صحي طبعا، مو مستشفى احنا عندنا، مركز صحي. زين لولا، يقوم هذا من الشخص يقعد الشخص الثاني مكانه متسمم بسبب من سبب الماء هذا اللي هو صاير له 20 سنة، للأسف صاير له 20 سنة. زين لولا، ويقول مشتكى لله، بلكت يعني يجي واحد يلتفت لهاي المدينة. بسم الله الرحمن الرحيم. مناشدة من أهالي الفهود إلى كل الخيرين وكل القنوات الإعلامية. مدينتنا تعاني من مشكلة أزلية وهي مشكلة الماء، والمشكلة الثانية هي ماكو معين، لا مركز المحافظة ولا محافظ ولا مسؤول محلي قادر على أنه يتخذ قرار يحل هاي المشكلة. مشكلة الماء، انقطاع نهر دجلة وانقطاع وتلوث نهر الفرات. مدينتنا تعداد سكانها أكثر من 70,000 نسمة، وهاي 70,000 نسمة مقابلها ما عندنا مستشفى مركزي حتى يساعد في حلحلة الأمور، معالجة المصابين. عندنا خلال أسبوع واحد أكثر من 750 إصابة تسمم وإسهال دموي، وسببها تلوث المياه الشرب والمياه الغسل. الصحة العامة كل شهر جاي تنزل تقرير تقول هذه المياه غير صالحة للاستعمال البشري، مقابلها دوائر الماء تنزل تقرير تقول الماء صالح للاستعمال البشري، والمواطن الفهداوي باقي بين تصريحات الصحة العامة أو تصريحات مديرية ماء محافظة ذي قار. نوجه ندانا إلى حكومة بغداد، الحكومة المركزية، أنه يسوون حل، إما أطلاقات مائية وإما عن طريق العفو دجلة أو على الفرات، وإما يجيبون محطات حالنا حال دول الخليج، يجيبون محطة تحول الماء الآسن إلى ماء صالح للشرب. أما نبقى أنه 70,000 نسمة تعاني من أمراض مزمنة وتسمم وعجز كلوي، وماكو معين، ما حد يسأل، ما حد مهتم للموضوع، لا شكلين خلية أزمة ولا الصحة شكلت خلية أزمة. يجي المحافظ، يجي المسؤول، يجي بالموارد المائية اللي ما يعرف الماي دجلة والفرات منين يجي وين يمر وشنو العلاج. فوجه ندائي الأخير، انقذونا انقذونا انقذونا. احنا منطقة الفهود بذي قار نعاني من الماي يعني صار لنا تقريبا 18 سنة ماي ماكو، وجاي يعني يصير عندنا حالات وفاة هواي، حالات تسمم هواي من ورا الماي. جاي يحللون الماي، يطلع الماي بيه بكتيريا، يطلع الماي يعني شقلك، يعني حشاك من تطي
او هوش او عندنا اي شيء ماكو ما يموت بسرعه، فاحنا نعاني من الماي. احنا الريش مشكلتنا الماي، بس الماي يعني نسوي كل شيء ما نريد، لا نريد مطالب لا نريد اي شيء، عاوزنا بس الماي. احنا كل شيء ما نريد بس الماي نريد، يعني لا نقول لك نريد مطالب، لا نقول لك نريد شوارع، لا نقول لك نريد تبليط، نريد بس الماي. يعني اقل مطلب اقل مطلب الماي، الماي هذا الماي ماي ماكو، نريد نموت. يعني تتوقع يعني يعني راوي جسمنا، يعني من تشوفه تقول هاي شنو انتم شلون عايشين؟ يعني منطقه منكوبه، منطقه منكوبه، لا ماي لا خدمات بيها. الخدمات ما اريد اسعمي، اريد الماي اقل شيء ما يعطونه ماي، يعني اقل ما نعم تسمم. روح المستشفى، روح المستشفى، روح المستشفى، شوف المستشفى وشوفه. يعني الماي ماكو، يعني ما يعني تشوفه، يعني تكرم المجاري، المجاري جاي يصفونه ويطون هنه. ليش هيك مو بشر؟ احنا الله يرضى محمد، الله اكبر. بس الماي، بس الماي نريد، كل شيء ما نريد. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا في قضاء الفهود. قضاء الفهود الواقعة في الجنوب أو شرق محافظة ذي قار تعاني من كثير من الأزمات. أول أزمة وأهمها هي أزمة المياه، على الرغم من أن هذا القضاء يمر فيه رافدان، رافد من دجلة الذي يأتي من البدعة، ورافد من الفرات. وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا القضاء يمر بحالة عطش شديد ومياه غير صحية ومنسوب المياه قليل جدا. هذا أولا. ثانيا ما نعانيه وهو الأهم والأشد، أن نهر أو الرافد الآتي من دجلة من البدعة كان قد خطط له أن يطمر أو يبطن، في حين أن هذا الرافد يغذي بالمياه البساتين الواقعة خلفه في منطقتي العمايرة والحول، وبالتالي فهو لم يبطن حتى هذه اللحظة ولم يعاد كما كان سابقا، ما أدى إلى ضرر حدث في الثروة الحيوانية في البساتين. لذلك نطلب من حكومتنا الموقرة الإعاز إلى محافظة ذي قار وبشكل خاص إلى قضاء الفهود، إلى إلغاء تبطين هذا النهر، هو نهر رافد دجلة. هذا أولا. أما المياه فهي غير صحية، لا مراقبة صحية من الجهات الصحية عليها، إذ أظهرت الاختبارات الجرثومية والميكروبية بصورة عامة والأملاع على أن هذه المياه غير صالحة. فلذلك نطلب من الجهات المعنية والصانعة للقرار في بغداد وفي محافظة ذي قار أن تركز وأن توعز وأن تؤمر المؤسسات الصحية في قضاء الفهود أن تأخذ باختبارات دورية لهذه المياه. هذه أزمة المياه التي نعاني منها منذ عدد من السنين، وهذه أزمة المياه التي نعاني منها مع ظهور حالات مرضية جلدية وغير جلدية. حدثت حالات تسمم وحدثت حالات جلدية، يعني أنا الذي أتحدث معكم أيضا حدثت لي حالات جلدية، والآن المياه هي بالمتناول، بإمكانكم أن ترونها أو أن تتحسسوها أو أن تتذوقوها وأن ترون كيف. علما أنني أستاذ في جامعة ذي قار، متخصص في الأحياء المجهرية في كلية الطب البيطري، كانت لي دراسة في العام السابق، الدراسة ليست صحية ولكن الدراسة بيئية، وهي عزلت عدد من الفطريات، عزلت 10 عينات من منطقة من مناطق قضاء الفهود، عزلت من هذه العينات أكثر من 150 عزلة من الفطريات فقط وليست بكتيريا، وصورها الآن موجودة لي. فهذه ماذا؟ لماذا أنتجت هذا؟ ما يدل على أن المياه الصحية لم تراقب صحيا،
لا يضاف إليها الكلور ولا يضاف إليها الشب ولا تضاف إليها المعقمات يعني المعقمة للمياه الصحية، يعني معقمات المعقمة للمياه الصحية التي لا تضر، يعني لا أقصد المعقمات الديتول غير الكلور على سبيل المثال. فإذا كانت هناك متابعة من قبل المؤسسات الصحية شهرية أو أسبوعية للمياه، وإذا كان منسوب المياه الداخل والواصل إلى قضاء الفهود بشكل صحيح جدا، لم نمر بهذه الأزمة. احنا الان في منطقة الفهود، كثير من الحالات اللي جاي تمر للصيدلية بسبب التسمم بسبب المياه الآسنة، وكثير من الحالات اللي جاي تمر لنا يعني ما المعدل مالتها ما بين 5 إلى 7 حالات تسمم، يكون اما اسهال او التهابات فيروسية او التهابات جلدية، يعني جاي الفهود جاي تعاني من هاي الحالات كثيرة جدا. الأزمة هي أزمة طبعا أزلية، مو اليوم ولا أمس ولا يعني، وتستمر صار كل شوي، بس آخر فترة جاي تكثر، يعني سبب جفاف الأهوار كل شوي ونتائجها صارت وخيمة على المجتمع. السبب هي طبعا السبب الرئيسي قلة المياه، راح تولد عندنا مياه آسنة، مو المياه الآسنة بنفس الوقت اللي هي ملوحة المياه، مو اللي أغلب الناس جاي يستخدم المياه الماء الآرو للشرب جاي يسبب إسهال، قسم للغسل جاي يسبب حساسية للجلد والتهابات فيروسية، اكثر حالات هاي جت علينا. المضار على الجسم كل شوي، اما فطريات او جرب او التهاب فيروس، بعد هي مياه آسنة وجاي يدخل على الجسم، السبب حسب مقاومة الجسم للماء، مو قسم يعني جرب، قسم حساسية جلدية، قسم فطريات، هواي جاي نعاني من عتها، يعني بالصيد تجينا كل شوي حالات. طبعا لا يخفى على الرأي العام ولا يخفى على جنابكم أنه مدينة الفهود منذ أشهر تعاني من أزمة شح المياه وتلوث المياه المستخدم للاستهلاك البشري. ناشدنا، طالبنا، كتبنا، صرخنا، طالبنا وزير الموارد المائية أن يأتي إلى مدينة الفهود يتعايش ويطلع على الواقع المر في هذه المدينة، مع الأسف دون أي استجابة. صدرت تقارير صحية أنه الماء المستخدم فاشل بيولوجيا، فاشل أنه من حيث الاستخدام البشري، صار تعارض ما بين دوائر الصحة وما بين مديرية ماء ذي قار. مديرية ماء ذي قار تقول لا، الماء صالح حسب الفحوصات المختبرية التابعة للدائرة، والصحة تؤكد أن المختبرات تؤكد أن الماء غير صالح للاستخدام البشري، وبين صالح وبين غير صالح ظلت هاي المدينة مكانك راوح وانتابها القلق والخوف، وماكو علاجات حقيقة جذرية، مجرد علاجات وتصريحات من بعيد، والعلاجات الموجودة علاجات ترقيعية. اليوم احنا نطالب بإطلاقات مائية من مصدر المياه من البدعة وكري النهر، ورفع التجاوزات عن النهر المؤدي إلى مراكز الإسالة، ورفع التجاوزات الحقيقة اللي صادرة من المنازل القريبة من النهر، لأن هذه سببت تلوث مباشر على مسرى النهر، وبالتالي هذا يصل إلى شبكات الإسالة. احنا من منطقة الفود جاي نعاني بسبب المي، لا ماي ارو بخير، لا ماي الغسل، تكرمون للحيوانات ما يصلح هذا الماي اللي جان، يعني تناشد من الماي جاي شوي شوي ينقرض علينا، فنريد واحد يحسب معاناتنا، يريد واحد يمشي امورنا يسهل امورنا، يعني تسبح ذي ترز اسمك حبشت، لازم تراجع للدكتور ورا ما تسبح، فماكو واحد جاي يحس بيكم، هم هناك عايشين بالخضراء وما يجيهم ماي طبيعي وحلو، واحنا اللي هناك جاي نعاني، فلا واحد يمر علينا لا واحد يشوفنا، حتى المسؤول اللي يجي يبغى انه يشوفنا يكتب بورقه وراه، فماكو واحد سوى شيء.